للشعب يوما أعاد الحياة فلا بد أن يستدين عليه. حين كانت الأعداد ما تزال قليلة ويوم كانت الأصوات خافتة كان صوته مرتفعا وهتافه يصل إلى أكثر الأماكن خطورة كما يصفه رفقاء الثورة وأصدقاء المصير. خرج سميح الوجه من أعماق المعاناة ومن أوساط البسطاء ليتصدرهم بصوته وحماسه في مسيرات حاشدة طالبت النظام بالرحيل والسلطة بالاستجابة. كان يذهب إلى كل مكان، يخرج من ساحة التغيير وحيدا ويعود وقد التف حوله العشرات ممن نبههم إلى جور ما يتعرضون له كشعب تأخر كثيرا عن شعوب العالم بفعل الاستبداد والمستبدين. كان ذلك في العام 2011، عام صعدت فيه التطلعات وارتفعت أصوات الشباب عاليا بشعارات مختلفة وطموحات موحدة، وبين ذلك كان سميح الوجه صاحب الصوت الذي يعيد الحماسة كلما ضعفت همة رفقائه، حتى حين ألقي به في السجن مع مجموعة من أوائل من خرجوا ضد نظام القمع لم يتوقف عن الهتاف وفقا لأحد من كانوا معه. وبعد مرور 5 سنوات من انطلاق ثورة الشباب وبينما كانت الشعلة تستعيد وهجها، غادر سميح عن عمر ناهز 32 عاما وقد ترك صوته مدويا وإرادته واقفة ضمن موجة واسعة من الإرادات باستعادة ما سطت الفوضى عليه، لكن هتافه لم يغادر وحلمه بدولة العدالة والمواطنة المتساوية غدا حلما مشتركا للملايين.